احنا هنعاود نسيطر على البلد من تاني، وهنبدا من هنا الدوار الكبير اللي محدش هيقدر يهوب نواحيه واصل، مش الكبير اللي هيتلطخ على قفاه ويسكت. احنا هنضربه وضربتنا هتكون قويه وبقبضه من حديد. بقبضه من ايه؟ حديد يا كبير. ما بتردش. دين انا هجرب تاني. على فكره انت اخوك كبير ده زودها جدا. هاي انا الكبير؟ لا زوني انا قصدي اخوك الكبير. يعني بتقفر تقول ال يعني ايه؟ هفهمها كده. يقصد النيك نيم. بالظبط النيك نيم. اوكي ايه ده؟ الف سلام عليك. انت داس على ايدك جرار؟ لا انا ما بتعورش، دي دي زي دي. ايه ده كمان عامل لون شعره لون شعره. ادرس بص انا بحبك عشان كده بي يور سيلف مان. كيف يعني؟ في مثل مصري قديم بيقول لك ما تحاولش تبقى اي حد تاني غير نفسك. قدامي قدامي يا تفتوف انت. بليز ليت مي جو، ليت مي جو، لسه عنا شعري. الحق يا كبير الحق، لقيت ايه؟ لسه عنا شعري بقى. يا مرحب يا مرحب يا القطقطة الشقرة. ام ايبود ما هربتش معاهم؟ لا يا كبير، استنت عشان تتلقى وعده. ده اخوك جوني. الو اشلي، ايه ده انت صوتك عامل كده ليه؟ يعني هو البعيد ما عندهوش تمييز؟ ده ينفع يبقى صوت مره؟ ليت مي جاس، الكبير؟ ايوه انا الكبير. السنيوره بتاعتكم عندينا هنا في الحفظ والصون، هتقل عقلك وتبلغ الحكومه. انا اقرسها لك نقريسه زينه، وارشيها لك سكر وادخلها لك الفرن، وارجعها لك كحكه. معلش اخر حته هترجعها ايه؟ كحكه. بص انا برضو لسه ما فهمتش ده توس دي، بس واضح انها حاجه وحشه. صدقني يا كبير لو حطيت ايدك عليها وديني وديني. اعلى ما في خيلك ولا خيل ايه؟ ما انت عيل فرفور اصلا. اعلى ما في بيتش باجيك اركبه. او ماي جاد او ماي جاد. ايه يا فزاع؟ امرك يا ست الناس. عينيك عليها ما تفرقهاش، ووعاك تغفل عنيها دقيقه واحده. امر جنابك. حلو الموبايل ده. لا بقى كده الموضوع بقى اوفر جدا، ولازم نبلغ البوليس. ما ينفعش نبلغ البوليس، ده بيقول لي هينقرشها لي نقرشه زينه ويحط عليها سكر ويدخلها جوه الميكروويف ويطلعها لي بتاع دوت كحكه 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 كحكه. وبعدين ما ينفعش اول ما امسك العموديه يعني احبس اخويا، يعني جو رخيص جدي. ماشي يا جامدين، هنعمل ايه؟ مش عارف، بس اي ثينك ان احنا لازم نروح مكان هادي نفكر فيه بدل الغيط ده. عندي يا سيدوني. اي عندي واحده كفايه والله العظيم، ما في اهدى من دوارنا. وان ما شلتكش الارض نشيلوك فوق حباب عينيني. هيا يا جوني، فكرت هنعمل ايه؟ بص فكرت هنعمل ايه؟ سامع كويس؟ فكرت هنعمل ايه؟ كان في فكره في دماغي بس راحت بعد ما جيت المكان الويرد ده. طب حاول تفتكرها تاني. طيب كفايه كفايه. يا سيدوني كله تمام، هيرجعونا للشقاوة تاني. عاوز تنين على باب المطبخ، واحد على باب الزريبة، وانت اشرف. امر يا كبير. عاوزك تقعد تحرس هنا لو عينك غفلت يا اشرف. امسكك السلك يا عريان. لا بلا سلك يا كبير. خلاص انا اطلع انام لي ساعتين، لو اي حاجة حصلت بلغوني صحوني. بوه فين الوقت فزاع؟ فزاع مع البت الخواجاية يا كبير، ملازمها كيف ما أمرت. انت هتفضل تبص لي كده كتير؟ لازما. أمال إيه؟ يعني انت فاضي مش وراك حاجة تعملها؟ لا. طيب ممكن تفكي الحبل شوية؟ ايدي هتتقطع ايدي هتتقطع. يرضيك ايدي تتقطع؟ لا ما هيرضينيش يا ست نشلي، لكن انا عبد المأمور. ما كنتش فاكرك كده يا فيزو. مين فيزو ده؟ انت فيزو. بدلعك، مش عايزني ادلعك؟ فيزو ايه
زيزو. بلا ما اخدها يا ست شلي، ليه ما فيش؟ طيب انا ايدي وجعاني بجد، كل ده وما صعبتش عليك. فكري بقى. انا يا الجوز ولا عاش ولا كان اللي يربطك يا ست شلي. شفت ايدي؟ سلام عليها. ميرسي ان انت فكيتني، بس ممكن تجيب لي ميه عشان عطشانه؟ عطشانه من علي الجوز. اتفضل يا ست شلي. ميرسي. ايه ده، بص العصفوره؟ فين؟ ليه؟ وانتوا صفكوا هتفضحوني يا اغبياء. ما انت اللي لبست ده تكنيك. انا قاصد ايه الزفت اللي انت لابسيني يا عم؟ الزفت على دماغك ده. ايه يا هدرس ده؟ اوعى توماس. يا انت هتفضل هنا وتفضل مدور. مدور؟ مش قصدي مقلوز، قصدي مدور البيتش باجي. اوكي. وانا هاخد هدرس معايا نقتحم القلعه، لانه عارف كل مداخلها ومخارجها. مداخلها بس؟ لا، اهبل اهبل برخصه. ليه؟ مداخلها هي مخارجها هي متخلف. يلا يا جماعه استعدنا على الشق بالله، نظبط ساعتنا ساعه الصفر 3 AM. لعبه افلام لا تراجع ولا استسلام. فيلم قديم. لحظة عمر. ايه؟ 48 ساعة في اسرائيل. طبي ايه؟ طب ايه؟ عايز تقول ايه؟ عايز تقول ايه؟ ما عايز ساعة ظبطها من اساس. ايه يا جماعة ده؟ احنا بنلعب واختي بتموت جوه يا جوني. خلاص. اشلي بتموت. خلاص توماس. اشلي. يا حبيبتي يا اشلي. يا ترى نايمة ولا صاحية؟ توماس. عايشة ولا ميتة؟ اوف لاين ولا اون لاين؟ اشلي. يا حبيبتي يا اشلي. اشلي. يا جماعة في عقبة كبيرة قوي ما كناش مفكرين فيها. ايه؟ هنعمل ايه في السور الهيوج ده؟ لا انا جات لي فكره دي برضو مهما كان اختي. عايز اروح نصطاد سمك ونحلق لها يا متخلف. لا يا جوني انت مش فاهم. تعالى كده. ده بقى بتاع المهمات الخاصه، يتعمل كده. اجرب انا. اجرب ايه؟ احنا في مولد هنا، اقعد هنا، مش ناقصه متخلفين وهبل. دو جوني. استعدنا على الشقة بالله. هنطاكيه. Don't panic, don't panic. هنعرف نعملها. Trust me, we can do it. أنا خايف، أنا خايف. ما تخافش، ما تخافش. Trust me. يعني إيه؟ يعني ثق فيا. بجد هنعرف نعملها. بص يا سيدوني، روح أنت وسيبني. ما أقدرش يا هدرس، ما أقدرش. الطريق اللي ابتديناه سوا هننهيه سوا. بص في عينيا. بص في عينيا. 1 2 3. الحمد لله. او ماي جاد، هدرس ام بليدنج. يبقى لازم نطهر الجرح. لا لا لا، ده قدري. انا هستنى هنا، كمل لوحدك انت المشوار. وبليز ابقى احكي للناس حكايتي. لا، الطريق اللي بديناه سوا لازم ننهوه سوا. بص لي في عيني، بص لي في عيني. انا لسه قايل لك الكلام ده فوق دلوقتي. انت قلود قوي، مش ممكن. دي جافو. Thank you.
استناني هنا وانا هطلع فوق لو حسيت بأي خطر يا هدر. او ماي جاد الو او ماي جاد او ماي جاد ايه اللي حصل؟ في صوت رزع وضرب انا مش مطمن يا ده جوني بيموت جوني بيموت جوني خطوة عزيزة يا عمدة يا كبير صدقني بجد انا كنت جاي عشان اخد فرشة سناني والكوتن بادز عشان وداني اسكت ساكت ده انت وجعتك مربربة يا ولد ابوي اوعى تتهور اوعى تتهور انت مش عارف انا ممكن اعمل ايه هتعمل وانت لساتك هتعمل ما انت عملت يا سنيور وانت تهدمت علي في داري والله وقعت ولا حد سمع عليك ها تحب نبتدي منين يا بسكويتي ار يو كريزي انت هتذبحني هذبحك ده انا هذبحك وانفخك واصلخك حي وقطعك قطيع واحبيك في سكاير سمنت وسخه ارمي السلاح اللي في ايدك يا كبير اي حركه هنضرب في المليان مفيش داعي للمقاومه مليان ايه وفاضي ايه اللي هتضرب فيه حظابط انا كنت بعلم ولد ابوي العمده الجديد اصول المرجله والعموديه ما يصحش برضك يعني يبقى العمده كيف شاكيري كذاب ما صدقوش حضره الضابط حتى اسال جوني ايوه دول كانوا خاطفيني از رهينة صحيح الكلام ده مستر جوني يا اخويا الكبير عمره ما يكذب ابدا ده كان فيلم كنا عاملينه انا وهو على توماس واشلي عشان يعيشوا جو الاكشن افهم من كده بقى ان مفيش مشاكل وان انتم متفقين طبعا متفقين ولا ايه يا كوكي اكده يا جوني اكده يا حضره العمده